اللي احنا شفناه دلوقتي ده ببساطة شديدة الزومبا، وانا مع اني بعتقد انه دلوقتي العالم كله يعني بقى عارف الزومبا، حتى اللي ما بيمارسش الرياضة دي او ما بيلعبش اللعبة دي او الرياضة دي مش عارف انه مش لعبة، هي رياضة، مش يعني ما بيعملهاش، لكن عارف انه في رياضة مهمة جدا بدأت تنتشر جدا اسمها الزومبا. والحقيقة في مصر عندنا بقت موجودة وبقى عندنا awareness او بقى عندنا وعي حلو بيها، بس لسه ما عندناش ناس كتيرة بتدرب زومبا وبتدخل زومبا. الفكرة فيها ايه؟ ببساطة شديدة جدا، وحضرتك منها بتلعب رياضة، منها بتطلع الطاقة السلبية اللي عندك، منها بتجدد نشاطك وحيويتك، منها بتخس، وخصوصا لما تعرفوا انه الزومبا اعتقد الساعة منها من 500 ل 800 كالوري تقريبا، بتحرق سعرات حرارية كتيرة جدا. دي عارفة انها حاجة هتشد الناس قوي دلوقتي، يعني حتى لما كانش مهتم بالزومبا اول ما سمع ما هيسمع دلوقتي موضوع حرق سعرات حرارية يقول لك ايه كده يعني. هي الحقيقة دي كلها حاجات، وفي حاجات تانية اكتر منها في الزومبا. ده زي نشاط كده وشيء جميل جدا ان احنا نسمع عنه اكتر. لما كمان بقى تسمع انه عندك شابة مصرية بتعشق تراب البلد دي ولفت العالم وبتشتغل زومبا، بتشتغل رياضة وبتعمل فتنس، وفي نفس الوقت بتدرب زومبا، وفي نفس الوقت هي عايزة تعمل cultural event أو عايزة تعمل حدث ثقافي ترفيهي رياضي جامع حاجات كتيرة مع بعض عن الزومبا، عشان في النهاية مش بس الناس اللي بتحضر هي اللي تبقى بتستفيد بالزومبا، لا، عشان كمان السياحة في مصر عموما، لأنه لما تربط اسم حدث يجيله ناس كتيرة من برة سواء كترينرز أو كمشتركين، كل واحد من دول، ودي دايما فكرة تشجيع السياحة اللي بنقولها، ان كل واحد من اللي بيحضر ده لو نزل صورة واحدة ليه على انستجرام ولا على فيسبوك الخبر بينتشر، ونبقى طول الوقت متصدرين المشهد برة، لانه صدقوني الرياضات المهمة دي دلوقتي بقت منتشرة في العالم كله، ومش رفاهية خالص لما نقول انه لازم نعرف العالم بيعمل ايه واحنا كمان نشوف عندنا الطاقات دي ولا لا، واحنا صدقوني عندنا الطاقات دي. تعالوا نتكلم مع سالي يا سلامة، منظمة مبادرة الزومبا لدعم السياحة المصرية. اهلا بيك يا سالي. اهلا يا من، ازيك؟ كل سنة طيبة الاول. وانت طيبة. انا دايما لما اسمع صوتك او اشوفك اقول لك بعشق الزومبا، بعشق الفكرة نفسها، بعشق اي حاجة فيها رياضة، وبحب قوي وبحترم قوي فكرة انه حد عايز يعمل حدث في مصر عندنا وعايز يربطه يلنكه زي ما بنقول كده تشجيع السياحة وتشجيع الشباب عليها. كلميني الاول عن الفكرة دي، جاتلك امتى من السنة اللي فاتت، وبدأت ازاي معاكي، وازاي مشيت السنة اللي فاتت الفكرة كمان؟ هي ابتدت مش السنة اللي فاتت، هي من 3 سنين بس كان اول مهرجان، وما كانتش فكرتي عشان برضو بس ايه، اول اقامه للحدث السنه اللي فاتت، كان السنه اللي فاتت بالظبط. الفكره كانت فكره واحده من المدربين الاجانب اللي هم جم السنه اللي فاتت، كانت في مصر من 3 سنين، وجات الفكره انه ما تيجي نعمل زومبا في النيل. هي كانت مجرد فكره، فطبعا هي مش عارفه ان في كروز، ومش عارفه ان في مركب، ومش عارف، هي ما تعرفش الكلام ده، هي بس الفكره بالنسبه لها كانت عايزه تنفذ نفس الفكره اللي الشركه بتعملها، لان هم بيعملوا كروز بس في الباسيفيك اوشن، طبعا في حته تانية خالص بحجم تاني خالص. فهي كانت عايزه تنفذ نفس الفكره دي، ان هي ليه ما تتعملش في مصر. فانا اول ما هي قالت الكلام ده فكرت فيه شويه، وبعدين قلت لها والله فكره ظريفه، احنا عندنا النيل ده بتاعنا مش بتاع حد تاني، يعني مش هيبقى فيه زي ده تاني، يعني البحر فيه بحر وفيه الاوشن في حتت كتير، يعني في اماكن مختلفه، لكن النيل بتاعنا ده مش مفيش زيه حتى. ففكرت فيها، وبعدين قعدنا ندرسها فتره علشان ازاي تتنفذ، مش بس تتنفذ، احنا ساعتها ما كنا بنتكلم عليها هي بس ان هي تيجي. فالفكره ان هي تتطور من ان مدربه واحده بس يبقوا 15، ويتحول الموضوع من مجرد فكره ان هو كلاس على مركب، ان هو يبقى اسبوع كامل وبهدف تنشيط السياحه، هي دي اللي اخذت وقت بقى. يعني هي دي، انا لما قعدت فكرت في الموضوع انه ليه يبقى على السكيل صغير، ليه بنتكلم في 20 30 بني ادم بس نعمل كلاس ونرجع، ليه ما يبقاش بنجيب عدد اكبر والناس كتير تيجي ويشوفوا حاجات في مصر وفي القاهره وفي الاقصر وفي اسوان. يعني الفكره تطورت اكتر ان احنا نتحرك كمان، ما يبقاش بس الاقصر واسوان. فالسنه اللي فاتت كانت الاقصر، اول سنه الاقصر واسوان. اخترتوا ليه الاقصر واسوان تبداوا بيها؟
علشان الثقافة والتاريخ والحاجات اللي موجودة في الأقصر وأسوان برضو مش موجودة في أي حتة تانية. دي حاجة إحنا بنتميز بيها. دي صور المجموعة دي الصور بتاعتهم بالظبط كده. دول كل اللي كانوا موجودين معنا السنة دي، في تقريبا 70% منهم جايين تاني، وفي 30% ناس وجوه جديدة. لأن إحنا بنحاول كمان نجيب من دول مختلفة. يعني ال 15 مدرب دول بيبقوا من 12 دولة مختلفة. فما يبقاش ان احنا ظاهرين. هي الزومبا بتخليكي تقدري تعملي كده يا سالي؟ والله انا ما عملتش حاجة. لا انا هشرح لك، انا كنت بثبت لهم ان انا طويلة. ده كان قصير شوية، فانا بقول لهم انا طايلة السقف اهو. فدول المجموعة اللي كانت معانا السنة اللي فاتت من امريكا ومن مكسيكو ومن فلبين ومن لندن ومن بورتوريكو ومن رومانيا، ومن كان معاكم حد من كندا كمان تقريبا. كان معانا من كندا وكان معانا من اليونان، فمن اماكن كتير من قريب ومن البعيد. ايه البلاد الجديده اللي موجوده معاكي منها ناس السنه دي؟ كوريا، هونج كونج، معانا ايه كمان؟ دول اكتر اتنين مميزين معانا. دخلتوا شرق اسيا في الموضوع، جايبين من بعيد بقى يعني، وجاي ناس معاهم، ودي الطف حاجه في الموضوع. والسنه اللي فاتت كان عندنا ناس من اليابان، يعني دي كانت ترندم جدا بالنسبه لنا. عارفه ليه حلو قوي؟ لانه لما عملتوه السنه اللي فاتت لاول مره وبقى عندكم كريديبيليتي فمصداقيه، فلما جيتوا السنه دي تقولوا هنعمل تاني، فالناس صدقتكم اوريدي. اللي وعدتوا بيه السنه اللي فاتت عملتوه، الايفنت اتنظم صح، اتعمل في مواعيده صح، اتعمل له كفرج حلو، اتعمل له تغطيه حلوه، السوشيال ميديا اتكلمت عنه. فالسنه دي كان الموضوع، انا بسالك، هل كان اسهل ولا اصعب من انك تقنعي الناس دي ان هي تيجي؟ اسهل واصعب. اسهل ان الناس تيجي لان هم شافوا الايفنت السنه اللي فاتت، وكمان من ساعه ما المدربين رجعوا بلادهم وابتدوا بقى يسافروا في دول تانيه، لان الناس دي بتسافر طول السنه. من ساعه ما ابتدوا يسافروا هم بقوا بيبعتوا لي مسجز انه الناس بتسالنا على الايفنت، كل ما بنروح في حته بيسالونا مصر انتوا عملتوا ايه في مصر؟ مصر اخبارها ايه؟ يعني نروح؟ يعني كان حلو؟ يعني الاسئله كانت كتير. انا بتكلم، انا مش ببالغ، من شهر 11 السنه اللي فاتت لحد النهارده. ناس بتسال ومتابعه وبتشوف. اللي مش قادر يجي نظرا لاي ظروف هو نفسه يجي جدا. وفي ناس جديده جايه السنه دي، وفي ناس من السنه اللي فاتت جايين تاني. فهو اسهل في حته انه زي ما قلت كده المصداقيه، الناس شافت حاجه على ارض الواقع. اصعب في ايه؟ اصعب في ان الترتيبات دايما صعبه، يعني ما فيش حاجه بتمشي بسهوله قوي عندنا برضو. لا تكوني لا سمح الله تعبتي في التراخيص او الموافقات ولا حاجه. لا خالص، لا تكوني تعبتي في حاجه ولا حاجه لا سمح الله. كل حاجه سهله جدا. لا هي احنا عندنا بندي الترخيص قبل ما نقدم عليها استاذه. طبعا السرعه عندنا قاتله بصراحه يعني. لا يعني كان عندنا وقت اكتر السنه دي ان احنا ننظم حاجات كتير وتفاصيل اكتر. بس في نفس الوقت لا، هي الدنيا مش سهله، يعني خليني اكون صادقه جدا معاكي، الدنيا مش سهله في مصر، التنظيم مش سهل في مصر، قوانين بتتغير. للاسف للاسف برضو الدعم حتى لو معنوي من جهات رسميه برضو مش سهل، وحباله طويله واوراقه كتيره، واحنا الحاجات بتاعتنا محتاجه سرعه، لان احنا شخصيا بنشتغل بسرعه جدا. الشغل مع الاجانب بيحتاج سرعه ودقه رهيبه، ودقه دي حقيقه. فما ينفعش اقول لهم حاجه النهارده واجي بعدها بيومين ثلاثه اغيرها، ما ينفعش ان انا اتفق معاهم على حاجه واجي بعدها اغيرها. الحاجات الصغيره دي بتفرق كتير جدا. ما ينفعش ان انا اعمل بادجت على ارقام معينه وبعدين اتفاجئ بارقام ثانيه خالص بعدها بشهرين ثلاثه. هي دي المشكله، دي المشاكل عندنا احنا، مش ليا انا بس، معظم المنظمين في مصر ممكن يقولوا لك نفس الكلام. طب انا هسالك بقى، انت محتاجه ايه علشان المبادره دي نقدر ننطلق بيها على سكيل اعلى زي ما بتقولي؟ واكيد طبعا دعم الدوله في حاجه زي كده ان تشجعك اكيد برضو ده حاجه هيبقى مهمه جدا ليكي. بس عايزه الاول اسالك سؤال، الناس اللي جم معاكي السنه اللي فاتت، الناس الاجانب اللي جم، لما رجعوا بلادهم او حتى وهم لسه هنا، عملوا دعايه حلوه للبلد، عملوا دعايه حلوه للديستنيشن؟ السنه فاتت كنت الاقصر واسوان، لسه هنسال بقى ونعرف السنه دي التفاصيل ايه اكتر. عملوا دعايه حلوه للبلد، للديستنيشن نفسها الاقصر واسوان لما رجعوا بلادهم؟ من وهم هنا وبعد ما رجعوا الاثنين. طبعا السوشيال ميديا شغاله طول ما احنا هنا. طبعا انا بكلمك انه مش بس الناس العاديه او يعني صحابهم او اهلهم او ايا كان، شركه زومبا نفسها كانوا متابعين الايفنت وشايفينه يوم بيوم، ساعة بساعة، لحظة بلحظة، لدرجة ان هم قرروا يعملوا مشروع هنا. يعني هم جم مصر شهر 4 اللي فات وصوروا عند الهرم وصوروا في بيت السناري. احنا كمدربين عندنا ماتيريال بتجيلنا كل شهر اللي احنا بعد كده بنخش نطبقها في الكلاسز بتاعتنا. هم جم صوروا فوليوم من الفوليومز دي اللي هو بيعتبر التعليم بتاعنا.
احنا كمدربين بنتعلم ده عشان نيجي بعد كده ندربه للناس زيكم كده. فده اتصور في الهرم، فاحنا بنتكلم على فوتج اتعرض في 180 دولة لملايين من الناس، وبيتدرب في بلاد العالم كلها، لان احنا بنتكلم ان زومبا موجوده في 180 دوله. في الافات الانستراكتورز، الافات الانستراكتورز عندهم ملايين المتابعين في الدول دي كلها. انت متخيله لو احنا عندنا في مصر بس 400 مدرب ومدربه، كل كلاس من دول فيه افريج من 15 ممكن ل 30 و40 شخص، كل الناس دي شافت الفوتج ده لانه اتحط على السوشيال ميديا واتحط لينا احنا كمدربين في مصر. يعني احنا لدرجه ان في ناس كانت شايفه الهرم، هو ده بجد ولا دي كروما؟ يعني هو ده حقيقي؟ يعني ثلاث اهرامات دول انتوا واقفين قدامهم وبتتصوروا قدامهم. بيت السناري نفس الحكايه، هم نفسهم طلبوا مننا احنا عايزين حاجه بالطابع المصري اورينتال بالظبط. فالشبابيك الارابيسك، الحيطان القديمه المسفره شويه، الاضاءه اللي هي برضو هي الشكل مصري بحت. والمدربين اللي طالعين مصريين غير الاجانب اللي طالعين معاهم. فتعمل سبوت لايت او هايلايت على مصر في خلال الست سبع شهور اللي فاتوا، انا شخصيا ما شفتوش. احنا زومبا في مصر من 2008. فاحنا بقالنا 10 سنين زومبا كلها على بعضها. من زومبا ولا جلام؟ لا زومبا، زومبا زومبا كرياضه موجوده في مصر من 2008. زومبا عموما من 2001. يعني هي يعني مش بعدها بكتير يعني خالص. يعني سبع سنين كانت في مصر. بس من 2008 للنهارده، في اللي حصل في السنه اللي فاتت دي ما حصلش في العشر سنين اللي فاتوا. ايه الفرق بين الزومبا اللي زي اللي احنا شايفين منها دلوقتي دي على الشاشه وبين الايروبكس؟ عشان ناس كثيره تسال السؤال ده، تقول لك طب ما ده يعني ايروبكس. لا، هو نوع من انواع الايروبكس. يعني الايروبكس في حد ذاته نوع من التدريب او التمرين. زومبا تختلف في ايه عكس الايروبيك؟ كلاس الايروبيكس بيبقى 1 2 3 4 عارفه بيعدوا، بتتكلم طول الوقت. زومبا الميزه فيها اولا ان هي مستوحاه من الايقاعات اللاتينيه. فالايقاعات اللاتينيه مميزه جدا. يعني اللي غاويها، انا عارفه ان مش كل الناس بتحبها، بس يعني اللي غاويها عارف ان هي مميزه. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم، هي مبهجه قوي يا سالي، عارفه مبهجه كده جدا، هي مسليه. حتى لو انت مش فاهمه بيقولوا ايه، واحنا مش حتى لو احنا مش فاهمين هم بيقولوا ايه وبنغني برده عادي جدا. فالايقاعات اللاتينيه مسليه جدا. هما الكالتشر بتاعتهم او المجتمع بتاعهم بيتميز بحته الرقص عموما. فهي مستوحاه من الايقاعات اللاتينيه والرقص اللاتيني، وبالاضافه الى التمارين الرياضيه. حلو. فانت بتتمرني لمده ساعه. سواء انت ما بتحسيش انك بتتمرني ساعه. صحيح. بتجري. صحيح. فاكره السنه اللي فاتت انا قلت نفس الكلمه دي، الوقت بيعدي عليك هوا. الايروبكس الى حد ما بحس بالوقت شوية. الى حد ما شويه، انما في الزومبا فعلا ما بتحسيش بالوقت، ومفيش انستراكتور بتعد ولا بتزعق لك في كلاس يلا شدي حيلك وكده، لا مفيش الكلام ده خالص. في سكواتس، فانت في، ما هي دي الفكره، ما تقفلنيش من الزومبا. هعيد السؤال مره ثانيه، في سكواتس؟ في. ما ده برضه عشان لازم الرياضه تبقى موجوده. طبعا هي الرقص فورم رياضه برضو. يعني صحيح. ما ينفعش ننكر ان الناس الرقص بجميع انواعه عمر، يعني مش تقليلا من اي حد، ولكن هل عمرك شفتي حد بيرقص جسمه مش مظبوط؟ لا، او في الغالب مش توند بشكل معين. في الغالب لا، بالعكس. لا. بيبقى جسمهم وبيبقوا فلكسبيليتي عاليه جدا، وبيبقى عندهم مرونه، وحركتهم بتبقى يعني ليها، مش عارفه اقولها لك ازاي، بيبقى صعب شويه الكلام بالعربي احيانا. بس ال 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 الراقصين عموما، مش معنى كده ان الزومبا هي رقص فقط، ولكن عندهم هو ميكستشر زي ما قلت في الاول، مزيج بالزبط. مزيج رياضه على رقص على استعراض، كذا حاجه مع بعض يعني. بالظبط. هو ليه elements كتيره جدا، بس اللي بيتميز فيه ان هو مسلي جدا. وما بتزهقيش. الميوزك حلوه جدا، الحركات بتبقى سهله. هم حتى هم الديسكريبشن بتاعهم يقول لك ايزي تو فولو، ودايما يكتبوا اتس فور ايفري ون. اي حد يقدر يعمل زومبا، اي حد. انا عارفه ان في ناس بتخش احيانا الكلاسز تحس انه انا مش عارفه امشي معاكم. بس مش هزار، اسبوعين ثلاثه بيبقوا قرود الحياه. هتاخدي ما شاء الله، هتاخدي الريتم هيبقى في ودانك، وهتعرفي تمشي. والحركات متكرره. والحركات متكرره، صح. طيب نرجع بقى تاني، السنه اللي فاتت عملتي الايفنت في الاقصر واسوان، الناس جت، الانستراكتورز جم، اتعمل ما شاء الله ايفنت هايل، وانا تابعته الحقيقه معاكي وشفت حقيقي الناس كان الفيدباك عندها هايل. جيتي حبيتي تعمليه بقى لتاني سنه، اخترتي
فين المكان اللي هتعملي فيه الايفنت؟ الجونه. ليه الجونه؟ البحر الاحمر طبعا خطير يعني, ما اجان ما فيش في شواطئ كتير في العالم طبعا حلوه وجميله وكل حاجه, بس برضو البحر الاحمر متميز. ال 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 الووتر اكتيفيتيز, الرياضات المائيه, الطبيعه هناك حلوه جدا, البحر نفسه برضو مختلف تماما. الجونه طبعا بطبع الحال تجنن يعني, هي كمكان وكلوكيشن جميله. الاكتيفيتي هناخدهم الصحراء, هنطلعهم ديزرت سفاري, هنوديهم جزيره من الجزر هناك برضو, الى جانب ان انت هتعملي بدل ما انت كنت في النيل على مركب, انت هتعملي الكلاسز على البحر, انت دايركت يعني انت على البيتش هتعملي الكلاسز. اوكي, مش في مركب جوه البحر, مش في مركب, على البحر, على البيتش. حلوه دي قوي, فهتبقى جميله جدا. دي امتى امتى يا سالي؟ احنا كمان اسبوع بالظبط الايفنت, كمان اسبوع السبت مش بكره اللي جاي بالظبط. كم يوم في الجونه؟ 6 ايام. هو ممكن حد يشترك معاكي عادي؟ ممكن اي حد يجي, عايش في الجونه مش عايش في الجونه, عايز يجي يوم ويمشي, عايز يجي الاسبوع كله يا ريت. انا اجازه يا شباب بس متفقين لو سمحتوا, اجازه ان شاء الله الاسبوع الجاي. انت جت كام يوم؟ قلتي كام يوم؟ عيانه فالدكتور كتب لي على الزومبا. ايوه قال لي لازم تزومبا. طيب انت كام يوم؟ 6 ايام. 6 ايام. الست ايام دول بقى بيبقى عباره عن ايه؟ يعني هل كل يوم الاكتيفيتيز بتبقى هي هي؟ وانا عارفه قلتي لي يوم بحر ويوم سفاري, بس بالنهار مثلا الصبح تمارين الزومبا نفسها او رقصه الزومبا نفسها اللي بتعملوها كام ساعه في اليوم؟ يعني دينا بقى فكره اكتر. من ساعتين ممكن توصل لاربع ساعات, لان في ايام مش هيبقى فيها خالص. علشان اقدر اخدهم جزيره مش هينفع اوديهم جزيره وبعدين اوديهم يعملوا زومبا هينهاروا مني. فاحنا مقسمين الايام ان هم يعني حاجه من الحاجات اللي جات لنا السنه اللي فاتت انه كانت التفاصيل كتير. طبعا الاقصر واسوان زحمه يعني, في كم معابد تتشاف, في كم معلومات, في كم حاجات. الجونه اهدى شويه من 7 الصبح ل 7 بالليل, احنا يعني نون ستوب. في نفس الوقت زومبا كمان في الحر بتاع الاقصر واسوان كان 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 قاتل بالنسبه لهم, ومع ذلك الناس ما وقفتش. بس الناس اتبسطت يا سالي, لانه جداً. لما اخذنا فيدباك الناس ساعتها واتكلمنا دي حقيقه اتبسطوا. دي حقيقه. الجونه بقى الدنيا اهدى شويه, ريلاكسيشن شويه, بحر وهندلعهم. فعشان كده مش عاملين الزومبا كل يوم, عاملينها تقريبا 4 ايام من 6 ايام. حلو قوي, يعني لو في يومين بس هو اللي قف بالظبط فيهم. بالظبط. ومع ذلك برضو احنا ماليين الجدول. يعني يوم هنعمل لهم زي حفله صغيره مسمينا حتى جلام, جايه من اسم المبادره, فهنلبسهم اسود وجولد ويسهروا مع بعض, فعاملين لهم ثيمز. مره هنعمل لهم بلو ثيم بارتي, ده السنه اللي فاتت. هنعمل لهم بلو ثيم بارتي على البحر, حاجه بالليل ويلبسوا فساتين زرقاء وشرطات وبتاع كده يعني على البحر. غير كده بقى اللي هي الاكتيفيتيز العاديه, اللي عنده وقت يقدر يروح يعمل دايفنج, اللي عايز ينزل يعمل سنوركلينج, اللي عايز ياخد مركب ويدخل البحر براحته مفيش مشكله. فعندهم مساحه ووقت ان هم يقدروا يتحركوا. واللي مش عايز يعمل حاجه وعايز يقعد على البحر بس برضو عنده مساحه يعمل كده. فالموضوع اهدى شويه فيقدروا يستمتعوا بالطبيعه اكتر. طب انا عايزه اسالك سؤال يا سالي بصراحه شديده جدا, يعني انت السنه اللي فاتت على ما اعتقد, وصلحي لي لو انا غلطانه, ما نجحتيش ماديا من ورا المبادره دي او من ورا الزومبا فيستيفال اللي عملتيه في الاقصر واسوان. دي معلوماتي, ما نجحتيش ماديا خالص كمان. اي مش محتاجه على فكره يعني, مش محتاجه حد ذكي خالص. انا قلت يمكن انا قلت مش عايز احرجك برضه بيني وبينك خالص. قلت مش احراج برضه. ليه التاني سنه بتعمليها؟ علشان هو النجاح مش مادي بس, يعني النجاحات وخصوصا لو احنا اعتبرناه بزنس مش دايما بيبقى مادي من اول سنه. يعني انا بالنسبه لي الظهور وان الايفنت سمع وانه الناس اتكلمت عليه سواء جوه مصر او بره مصر, الكفرج اللي خدناه, الطريقه اللي اتكتب بيها عن الايفنت عموما, ده في حد ذاته نجاح. خروجه بالشكل ده برغم ان هو ما نجحش ماديا وان هو الخسائر كانت يعني قاتله علينا, بس النجاح اللي هو المعنوي كان اكبر بكتير جدا, فعوض شويه. يعني الفلوس
هنتصرف يعني بتروح وتيجي او هنشتغل عشان نجيبها يعني هي كده. فعشان كده السنه الثانيه كان لازم تتعمل. يعني ما انا كان ممكن اقول ايه خلاص انا خسرت انا هقعد واشوف طريقه ثانيه اجمع بيها فلوسي دي وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه. طيب الجهات الرسميه اللي انت اشرتي ليها في البدايه وقلتي انه مش في كل الاحوال انك تاخدي حتى بس الدعم المعنوي او الرعايه المعنويه حتى من جهه من الجهات مش في كل الاحوال بيبقى سهل. انت بتحتاجيه في ايه في مهرجان زي ده او في مبادره زي دي؟ ليه نحتاج الرعايه المعنويه والادبيه؟ ايه هي الجهات اللي انت ممكن تبقي محتاجاها؟ ايه الجهات اللي لو دعمتك تحسي انه فعلا هيبقى ليها مردود على المستوى السياحي على يعني المستوى حتى الاعلامي بره مثلا يقدر ده يتكتب عننا؟ ايه الجهات اللي انت محتاجاها في حاجه زي كده؟ السياحة أولا وده الطبيعي يعني هي متمشية مع الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها. وزارة الشباب والرياضة لان احنا بنتكلم على سياحة رياضية. انا مش بتكلم على سياحة عادية بس يعني الفكرة كلها انه احنا بنتكلم سياحة في العموم ممكن تبقى أوسع من فكرة السياحة الرياضية ولكن السياحة الرياضية أصلا جواها مشتقات كثيرة جدا. الزومبا، اليوغا، الجري، المشي، أي نوع من أنواع الرياضة يجيب سياحة. الترياثلونز انا ما اعرفش اسمها ايه بالعربي بصراحه بس يعني وانا ما اعرفش يعني الترياثلونز عارفاها بس ما اعرفش اسمها بالعربي يعني الحاجات النشاطات الكتيره جدا اللي هي بقت موجوده وشباب كتير بيعملوها منهم اصدقائي ومنهم ناس انا اعرفهم وبحترمهم على المستوى الشخصي والمهني. كل الحاجات دي بتجيب اجانب احنا بنبذل مجهود لوحدنا ما بين ان احنا بنسافر فبنكون علاقات علشان نستقطب الناس دي. فالناس دي بتيجي على الثقه اللي ما بيننا وما بينهم كأفراد مش شركات ومش أي حاجة تانية. فما بالك لو أنا كفرد الدولة عاملاه لي نوع من أنواع الدعم هيديني ثقة لشكله عامل إزاي. مش بس بره مصر وجوه مصر لما أروح أتكلم مع شركة وأقول لها إن أنا الدولة معايا إن أنا مش واقفة لوحدي فهيبقوا في ثقة. لأنه إحنا مصر كبيرة جدا وفي ناس كتير بتنظم وفي ناس ناجحة جدا وفي ناس إحنا شخصيا إحنا لسه بنبتدي إحنا لسه بنحاول علشان نكبر ومش بنتكلم ان احنا نكبر هنكسر الدنيا ولو ان يا ريت يعني بس على الاقل بنحاول نعمل حاجه ولو صغيره بس هي بتضيف. يعني احنا بنجيب ناس مش هتيجي مصر الا من خلالنا مش هتيجي مصر الا من خلالكم لان هي السيجمنت ده او الحاجه دي الرياضه دي هي اللي تجذبها بالظبط فهي هتيجي عشان خاطر الرياضه دي بالظبط واحنا عارفين هم عايزين ايه انا عارفه هم بيفكروا ازاي. انا بحضر الايفنتس بتاعت الزومبا بره مصر فانا عارفه هم عايزين ايه. انا مدربه زومبا وانا بحب الزومبا فانا عارفه هم بيدوروا على ايه وعارفه مين الاشخاص اللي لو جبناهم مصر هم هيجوا لهم. ما هي مصر موجوده هو صعب يعني تذكره طيران وحجز اوتيل وهيجوا ما فيش مشكله بس في حته زياده هي الحافز ان هم بيجوا فعلا ان هم. خطبتي قبل كده وزاره السياحه يا سالي؟ السنه اللي فاتت ما كانش فيه اي رد منهم للاسف. لا يعني ما اخدتش ولا موافقه ولا رفض. الموضوع فضل يعني معلق. لحد اخر لحظه معلق ما بناخدش فيه رد خالص ونفس الحكايه وزاره الشباب للاسف. انا اتمنى طبعا انه لو في دلوقتي حد بيتابعنا من وزارتي الشباب والرياضه والسياحه اصل هو الموضوع ان هي مش بالضروره تبقى حاجات كبيره او حاجات بقالها سنين طويله. ما هي كل حاجه ليها بدايه يعني اي حاجه النهارده هي ناجحه وليها اسم وبقالها سنين هي في يوم من الايام كانت بدايه والبدايه دي مش بالضروره يكون كانت يعني في الاول مسمعه جدا لكن هي فعلا فكره انه اشوف الغرب بيفكر ازاي النهارده الزومبا دي بره وحاجات تانية كتيره يعني دي حاجات بره خلاص بقت بديهيه وعلى فكره لغايه النهارده في سياح كتير قبل ما يجي يفكر ينزل يحجز في اوتيل او يختار يفاضل ما بين اوتيل واوتيل بيشوف الاوتيل ده الانترتينمنت فيه ايه الفاسيلتيز فيه ايه الخدمات دي قصه ثانيه بس الانترتينمنت الترفيه اللي بيقدم فيه ايه في جيم ولا لا في ايروبكس في كل الحاجات دي بتبقى قيمه مضافه دي حقيقه يعني تخليه يحجز الفندق ده حتى لو اغلى شويه في السعر من فندق تاني لكن لو هو فيه الخدمات دي تجذبه اكتر. اقول لك على حاجه الطف بقى انه اجانب كتير جدا قبل ما بيجوا مصر بيفضلوا ان هم يسالوا حد من يعني حد مصري حد مقيم لان هم
تاني الثقة اللي مبنية مع أشخاص مختلفة عن إن هو يروح لشركة سياحة. مع كامل احترامي شركات السياحة في ناس هايلة في الشغل ده وده شغلهم وده اللي هم بيعملوه، بس حتى شركات السياحة برضو ما هي معتمدة على إيه؟ معتمدة على العلاقات اللي جوه الدول التانية. فهي دي الفكرة، إن العلاقات الشخصية أقوى من أي إعلان ممكن يتحط على أي قناة صحيح. أو على أي في أي جورنال أو في أي، دي بيسموها إعلانات غير مباشرة، دي حقيقة إعلان مباشر، يعني حاجة بتدفع فلوس عشان ينزل لك paid advertisement أو إعلان مباشر. إعلان غير مباشر ده يعني إنه نجمة عالمية مثلا تحط صورة ليها وهي مثلا في فندق ما وتكتب بس اسم الأوتيل ده، ده بقى إعلان كأن بيقابله أكتر من أي إعلان تاني ممكن يبقى مدفوع. إنك تقول مثلا إنه مصر فيها إيفنت عن الزومبا موجود في الجونة اللي هي في البحر الأحمر في مصر، إنه يقول تقول حاجة زي كده برة، ده برضو إعلان غير مباشر بس إعلان ليه تأثير قوي. دي حقيقة. وإحنا إعلان متحرك، إحنا كأشخاص إحنا كشباب إعلان متحرك، لأن إحنا بنمثل البلد لما بنسافر، بروح في أي حتة أنت منين، أنا من مصر، دي مصر خلاص. هي يعني أنا في الكونفنشن بتاع زومبا شهر 7 اللي فات سالي فروم إيجيبت، طول ما أنا ماشي سالي فروم إيجيبت، فالناس خلاص ربطت إنه الاسم مع البلد مش سالي بس وخلاص. يعني عاملة أي مؤتمر صحفي قبل الإيفنت ما يبدأ الأسبوع الجاي؟ دعينا الصحفيين والقنوات في الافتتاح يوم الجمعة إن شاء الله الجمعة الجاية. الافتتاح فين؟ في الجولف في دريملاند في القاهرة. هتعملي الافتتاح هنا؟ هنا الأول وبعدين نسافر هنا وبعدين، لأن أنا ما بشيلش القاهرة، القاهرة مهمة بالنسبة لي. لازم يروحوا الهرم ولازم يعملوا زيارات ولازم يشوفوا، احنا مدينه مصر القديمة السنة دي ما عملوهاش السنة اللي فاتت، هيلة. فاحنا لازم نوريهم اللي موجود في القاهرة برضو، لأن خصوصا ان السنة دي ما فيش الحتة بتاعة التاريخ مش موجودة. فلازم نوريهم هنا في القاهرة خصوصا ان في ناس جديدة، ودي اوريهم الكنيسة المعلقة كل الحاجات دي والقلعة هيحصل هيل. هيحصل كل ده هيحصل، وخان الخليلي هنوديهم داون تاون، يعني لازم يشوفوا الجزء اللي ما شافوهوش السنه اللي فاتت. العدد قد ايه للناس اللي جايه من بره، المجموعه اللي جايه من بره؟ مش هكدب عليكي مش حافظه الرقم، بس احنا بنتكلم ما بين 80-100. وفي مصريين مدربين ومعتمدين زومبا في العالم. لا انت بتتكلمي على المدربين، مدربين 15 زي السنه اللي فاتت، زي السنه اللي فاتت 15 مدرب. حلو جدا. والمية المجموعة اللي هتيجي اللي جاية وهتطلع معاك الجونة ست ايام بالظبط، واحنا املنا ان على يعني على مدار السنين ان العدد يكبر، لان انا بكلمك انه الايفنتس بتاعت الزومبا بره لا فيها الافات. طبعا لسه في الاول طبعاً. شويه طبعا ده مجهود شباب يا سالي، ومجهودكم لو بداتوا بيه بالعدد ده شيء هايل على فكره، مش حاجه قليله خالص. فبست اوف لك ان شاء الله، بتمنى لك كل التوفيق. سؤال اخير وانا سالته لك المره اللي فاتت، سؤال معلش تاني. في اي تعارض بين الحجاب وبين انك تكوني مدربه زومبا؟ لا خالص، لان انا واثقه دلوقتي انه لما كنت في الاول بقدم الموضوع وزومبا ورقصه وكذا وكذا وكذا، برحب بسالي سلامه، اول ما جه عليك الكاميرا انا واثقه ان الناس قاعده ايه ده محجبه. ايوه ايه ده، والله انا بيحصل فيا كده في كلاس زومبا، بقى ان هم بيخشوا يلاقوني من غير حجاب الاول وبعدين يلاقوني في الاخر بلبس ايه ده انت محجبه، كانه الحاجتين ما لهمش علاقه ببعض. يعني انا شخصيا بدرب سيدات، فانا لانه في التزام بالحجاب فانا مش هدرس مختلط، ده اختيار شخصي، اللي عايز يعمل غير كده هو حر. لكن ده اختيار شخصي، انا عندي التزام في الجزء ده فبدرب سيدات. مفيش اي تعارض، ايه اللي يمنعني؟ هايلة والله، مفيش اي حاجه. عمر الحجاب ما كان معناه انك انت ترفضي الحياه وما تحبيش الحياه وما تحبيش الرياضه وما تحبيش النشاط، بالعكس بالعكس. وبعدين طاقه وبتطلع في حته كويسه في مكان صح. كويس ومكان صح. امن ومع ستات تانيين. وبعدين لما بتشوفي النتيجة اللي انت بتعمليه مع الناس، اما تيجي واحدة تقولك انا كنت مش طايقة نفسي النهاردة والساعة دي فرقت معايا جدا، بس خلاص هو مش عايز اكتر من كده. صحيح، ده كفاية، بيفرق مع الحالة النفسية جدا. انت عارفة في شفت انا فيديو، لو كان والله دلوقتي معانا كنت قدمته. شفت فيديو في بيقولك ان في روسيا عملوا في بعض محطات القطارات هناك انك ممكن تحجزي تذكرة القطر تاخديها ببلاش، مش تحجزيها، ممكن تاخدي تذكرة ببلاش لو عملتي مش عارفة عدد كام من السكواتس ولين كده طابور كده تقفي قدام السنسر، ولو عملتي عدد معين من السكواتس بيرفكتلي يعني بنجاح وصح جدا تاخدي تذكرة القطر ببلاش. شوفي برا ازاي بيشجعوا على الافكار الحلوة اللي فيها رياضة يخليكي غصب عنك تنزلي تمشي، غصب عنك تلعبي رياضة.
زومبا عملوها، عملوا حاجه اسمها هي سوشيال اكسبيرمنت، ما اعرفش اذا كان ليها ترجمه. تجربه بالعربي. تجربه اجتماعيه بالظبط، عملوها كنوع من الدعايه ليهم في امريكا، ان هو تخشي في حته حد بيشتري حاجه عاديه جدا، بتشتري ساندوتش، بتشتري قهوه، اي حاجه، وبدل ما تدفعي ان انت ترقصي. لا بس انت حضرتك هنا، لا ما بقولش ان ده هيحصل في مصر، انا بس لو داخله محل يا سالي، بس عشان نصلح بس الموضوع يا سالي، لو داخله محل يا سالي والبياع او صاحب المحل قال لك انا ممكن حركه اديكي، هديكي البلوزه دي ببلاش بس راسي، انت هتطلبي له شرطه النجده، هتعملي له محضر في الاسم، ده غير ان جوزك هيجي دشدش على صاحبه المحل كله. لا لا انا بتكلم على كلتشر مختلف، انه في امريكا زومبا تنفع في امريكا في الحته دي، وكانت ناجحه جدا طبعا. بس عايزه اقول لك على حاجه، ان اول رد فعل الناس بتحب الحياه، اول يعني رد فعل للناس على فكره ما بيبقاش مختلف عن ده قوي، اللي هو انت اتجننت ولا ايه اللي انت بتقوله ده. وبعدين اللي هو يعني بيبقى فيه شك بجد، يعني هو انا لو يعني عملت حركه ولا اتنين خلاص هاخد الحاجه وامشي. صحيح. وكانوا بيرقصوا، الفكره من الاكسبيرينس مش هم ياخدوا الحاجه ببلاش. صحيح. الفكره ان هم الناس داخله متجهمه بتشتري الحاجه، وبعدين فك التكشيره دي، فك التكشيره بالظبط، هو ده كان الهدف. يعني النتيجه ايه؟ انه المود بيتقلب بعد ما بيعمل الحكايه دي. عايزه اخر حاجه بقى، بمناسبه المود وبمناسبه الكالتشر، الثقافه اللي سالي اتكلمت عليها، انه بره الثقافات مختلفه عندهم، فهم بيدخلوا وبيحاولوا يشجعوا على الرياضه في كل مناحي الحياه. لو ما كانتش الحاجات دي مهمة، احنا في مصر هنا بدأنا واحدة واحدة، احنا ببطاء قوي الصراحة، بس بدأنا وده شيء كويس، ندخل مفهوم الرياضات المختلفة دي عندنا. الايروبكس بقاله طبعا عشرات السنين، يعني بقاله 20-30 سنة في مصر عندنا، بس بدأنا كمان حتى الزومبا مثلا ندخلها في مصر عندنا. في مثلا مدرسة زمايلي كانوا بيحكوا لي عليها النهاردة، قلت لهم والله يا ريت يبقى معانا صور ليها. المدرسة دي كانوا في الطابور الصباحي، مدرسة هنا في اكتوبر في الفردوس، كانوا في الطابور الصباحي يا سالي، بصي حاجة منتهى الروعة والجمال، بيدخلوا طبعا يعني زومبا على أي حاجة بيتحركوا، بس حركة، مش واقفين كده عارفة، مفيش حماس ولا في نشاط ولا أي حاجة. بصي دخلوا الزومبا والمدرسين أهو، نسمع الصوت، تعالوا نشوفها كده، معلش يا شباب ثواني. يعني هاي الفكرة بسيطة، ما تاخدش يمكن 3-4-5 دقايق الصبح على طابور الصباح، بس يعني خلينا الأطفال تتنشط وتبقى حيوية. وعلى فكرة الجيل ده لما طالما بياخد ده في المدرسة وهو صغير، فشايف ان ده لعيب ولا نقعد نتريق عليه، فده لما يكبر ونيجي بقى نقول له رياضة وزومبا وبتاع، هيفهم الحاجات دي قد ايه مهمة جدا. بحيي والله المدرسة دي جدا. انا شفت خبر او سمعت، يعني كان في حاجة من شهر تقريبا في جامعة اسكندرية، العميد شجع بنت من البنات واداها مكان في الكلية، ان هي يعني عملوه زي استوديو ايروبكس، وكانت بتدي فيه كلاسات زومبا لزمايلها. وكان في ناس بتهاجمه لسبب او لاخر، وانا استغربت جدا بصراحه، لان انا شايفه ان دي فكره هايله، ليه ما يحصلش جوه الجامعه؟ يعني طبعًا بالعكس طبعًا. بعدين البنت برضو كانت بتدرب بنات فقط. فالفكره نفسها كانت هايله. هي احنا نفسنا لما بنتعلم في التريننجز بتاعتنا بنسال دايما ندرب فين؟ صحيح. فناس كتير تقول لك في الجيم. ليه؟ جيم، مدرسه، نادي، بره في زومبا جولد كمان للسينيورز الكبار فوق الخمسين. فبيدربوا زومبا، مش عايزه اقول فوق الخمسين عشان عندي ناس في 50 في الكلاس، فصحتهم زي الفل ما شاء الله. بس اقصد انه السن الاكبر او اللي هم ما بيقدروش يتحركوا الحركه العاديه، في دار مسنين بيتعمل زومبا جولد. ففي زومبا كيدز، وفي زومبا العاديه، وفي زومبا جولد، ففي حاجات كتيره قوي، اوبشنز كتير قوي ممكن الناس تعملها
فده هايل هايل والله هايل. لما قالوا لي النهارده زمايلي والله على الكلام ده قلت لهم لا، مع انه ده الحدث ده بقاله كذا شهر مش جديد يعني، قصدي طب كان من الترم اللي فات يمكن، قلت لهم لا طلعوا لي من فضلكم بقى الماتيريال ده علشان انا عايزه احيي المدرسه دي جدا، وفي مدارس احيي الاساتذه واحيي اولياء الامور اللي بيشجعوا اولادهم يعني، برافو والله. وفي مدارس كتير ابتدت ان هي تدخل الزومبا للاطفال في المدرسه كاكتيفيتي زياده للاطفال. سالي ربنا يوفقك ان شاء الله، بيست اوف لك ان شاء الله يا رب، يبقى مؤتمر صحفي ولونشنج او انطلاقه للمبادره والزومبا القادم هنا في القاهره في دريم لاند قلتي مظبوط كده، ان شاء الله تبقى هايله وموفقه باذن الله، وان شاء الله 6 ايام في الجونه فيهم دعايه لمصر، فيهم سياحه حلوه في مصر لمصر بالزبط. فيهم ان شاء الله نجاح ليكم وسعاده لكل الناس المشاركه ان شاء الله. شكرا ليك يا سالي. ميرسي منك سالي سلامه، منظمه مبادره الزومبا لدعم السياحه، اللي بنتمنى الحقيقه انه وزاره السياحه وحتى الشباب والرياضه يشاركوا معاها ويدعموها حتى لو بالدعم المعنوي، لكن دي حاجات مهمه جدا تفرق. شكرا ليك يا سالي. شكرا. عارفين حضراتكم بقى اللي ما بيلعبش رياضه كتير وبيفضل طول الوقت مكشر بتحصل عنده مشاكل كتيره جدا، مشاكل اجتماعيه، زي منها ايه؟ الخناق والطلاق، زي منها برضو ايه؟ طلاق الفرار. سمعتي انت عن طلاق الفرار قبل كده؟ اول مره اسمع عنه بصراحه. طلاق الفرار ده يعني لما بقى واحد متجوز واحده وبدا يحس انه عيان او احتمال قرب يعني يموت، فيروح مطلقها عشان يخلع من الميراث. ده طلاق الفرار. شفت كل حاجة ده. ما بتجيش الحاجات دي الا لو ما فيش رياضه. شفتي بقى والله الرياضه بتطلع حاجات يا جماعه سلبيه جدا من حياه البني ادم يعني. بعد ما نشوف مع بعض ابرز ما جاء على سوشيال ميديا على مدار هذا الاسبوع، مباشره نتحدث عن طلاق الفرار. كمان مش هنقول ان هي ظاهره ولكن اصبح منتشر للاسف الشديد، عايزين نتكلم عنه من البعد الاجتماعي ونعرف لماذا بدا ينتشر طلاق الفرار، ما المقصود منه، ايه المذاهب المختلفه للحديث عن طلاق الفرار، عده المطلقه لماذا تختلف عن عده الارمله، وهل اذا ما، وده السؤال المهم جدا، هل لو الزوجة اللي طلقت طلاق الفرار، هل لو جوزها ده توفى في فترة العدة بتاعتها، خلال فترة العدة هل يجوز لها أن ترثه ولا لا ترثه؟ بعد السوشيال ميديا.